بعض أنواع الحلي الذهبية التي يتزين بها النساء مكتوب فيها أسماء الله، فهل يجوز الدخول بها الحمام عند الوضوء أم لا؟ يحرم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الحلي إذا كان مكتوبا عليه اسم الله عز وجل إنه لا يجوز لها أن تدخل به الخلاء، تخلعه وتدخل الخلاء. نعم.